ممكن افهم انت جبتني من اسكندريه ليه؟ هقول لك دلوقتي انا جبتك من اسكندريه ليه. انا لسه جاي من المشرحه، والدكتور اللي شرح جثه عثمان قال لي انه اتعمل له عمليه نقل كليه قبل ما يموت. بصراحه انا مش فاهم حاجه، هو انت اللي اتعمل لك عمليه ولا عثمان؟ اصل مهره قالت لي كلام والدكتور قال لي كلام تاني خالص. ولما عثمان هو اللي عمل العمليه، جبت فلوس عمليه القلب بتاعت امك منين؟ تكون انت اللي عملت له العمليه؟ انت هيقليش لان دي محتاجه دكتور، واحمد الورداني دكتور، وعادي جدا انت واحمد الورداني ساعدتوا بعض وعملتوا له العمليه وخدتوا كليته وبعتوها وخدتوا الفلوس. ولما عثمان فاق خفت ينتقم منكم فقتلتوه، صح كده؟ مش ده اللي حصل؟ انا مش فاهمه حاجه من اللي حضرتك بتقوله ده خالص، بس واضح كده ان حضرتك خيالك واسع شويه. انا اسفه، ممكن تفهمني انت قصدك ايه؟ انا مش فاهمه. ايه اللي مش فاهماه؟ بكلمك على جثه عثمان اللي اتقتل واتاخد كليته قبل ما يتقتل. افهم من كده ان حضرتك بتتهمني؟ بص يا كاميليا، انكارك ده مش هيفيدك، لان كده كده هتجيب الزبون اللي بعته له الكليه وهيقر عليكي، وده مش في مصلحتك. انا عايزه اروح اشوف امي، ولا حضرتك عايز تحبسني ظلم؟ ألف سلام عليها، تقدري تروحي تشوفيها. وأنا ما بظلمش حد على فكرة، بس ما تسافريش غير لما تقولي لي. أنا ما بسافرش في حتة، عن إذنك.